أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة والمدهشة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. كاد البرق أن يسبب أزمة قلبية لهذا الشاب. أراد هؤلاء المغامرون رؤية الحيتان، ولكنهم يرون حوتا صناعيا. هنا تشاهدون كيف سجل هذا الرجل رقما قياسيا في الغوص من ارتفاع 58 مترا و80 سنتيمترا. وذلك يعني القفز من أعلى بناية مكونة من 12 طابقا بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. تم تصوير هذا المشهد بين دعامات جسر سكة قطار جنوب إنجلترا. يبدو المكان وكأنه بوابة تنقلنا إلى عالم آخر. كيف سيكون شعورك وهذا الحوت الضخم يمر من تحت قاربك الصغير؟ من النادر أن تحظى بفرصة الاستمتاع بهذا المشهد أثناء التخييم. لا تجيد الكلاب السباحة فقط، بل الغوص أيضا. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أنها مجرد خدعة؟ لن يجرؤ أحد على تحدي هذه السيارة. يمكن لهذا الثور أن يشارك في منافسات الـ WWE. لن يتذمر أحد من ارتفاع سعر العسل الطبيعي بعد رؤية هذا المشهد. يحب الثعبان النوم بتلك الوضعية. اختار أحدهم اللحظة المناسبة للظهور على شاشة التلفاز. حصل المصور على فرصة لالتقاط الصور الرائعة لهذا البطريق.
وجد الطائر مكانا مناسبا لبناء العش. هل يرغب أحدكم بتجريب هذه القفزة؟ نجح الرجل في تجنب الكلب عن طريق المصادفة. وهنا لدينا قفزة أخرى قد ترغبون بتجريبها. نتساءل إلى أين يأخذنا هذا الجسر؟ وهذا الجسر أيضا. والآن أصبحنا نعلم أن هذا المبنى الكروي في لاس فيغاس ليس مدهشا من الخارج فقط، بل من الداخل أيضا. لا تفكر في اقتناء شاحنة إذا لم تكن مثل هذا. هل لاحظتم أيضا تغير لون السجاد؟ تجارب محركات الصواريخ تذكرنا بأفلام الخيال العلمي. نأمل ألا يقطع الإعصار الطريق لمدة طويلة. Fiberglass. Look at this.
لا فرصة للصوص أمام هذا الحارس. أفضل ما يمكنك فعله في موقف مماثل هو الهروب قبل أن تجرفكم المياه. لم تستطع السمكة تحمل هذا الإزعاج. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.